الجريمة المنظمة، عصابة واحدة في جنوب إيطاليا يصل دخلها السنوي إلى 60 مليار دولار. لما نقول مافيا ده أكتر متعلق بالجريمة المنظمة أو عصابات الجريمة المنظمة في إيطاليا، إنما مافيا عموما تطلق على أي عصابة جريمة منظمة في العالم. لكن جنوب إيطاليا في صقلية وسردينيا بنتكلم على معركة طويلة جدا بين الدولة وبين الجريمة المنظمة في جنوب إيطاليا. إنما السنة دي ومنذ أيام كان في سعادة غامرة في إيطاليا، لأنه أحد زعماء المافيا الكبار جدا اللي هربان بقاله 30 سنة استطاعت الشرطة أخيرا القبض عليه. طبعا ده قصة أسطورية، ويطلع حوالي 10 أفلام 20 فيلم حوالين هذا الشخص. هو شخص كان بيتباهى ان هو قدر يقتل، اسمه ماثيو دينارو. ده كان بيتباهى ان هو قدر يقتل ناس كتيرة جدا، وان يقدر يعمل مقبرة جماعية لضحاياه. ارتكب كل الجرائم تقريبا، لكنه كان صعب جدا الوصول اليه. كانوا بيقولوا الشخص الذي يستحيل القاء القبض عليه، لانه ما بيستخدمش اي شيء حديث، ولا موبايل ولا انترنت ولا تليفون ولا اي شيء، تعامل مباشر والتعليمات مباشرة، لا ثقة في أي شيء موجود. هذا الشخص قدر يهرب 30 سنة كاملة من الشرطة الإيطالية. فكروا هو في هولندا، فكروا بلجيكا، دوروا في كل مكان 30 سنة، لغاية ما معلومة جت إنه موجود وبيعالج من أحد الأمراض. فهم جابوا المرض ممكن يكون بيتعالج فين، جابوا كل عيادات اللي موجودة في جنوب إيطاليا وحصروها حسب السن المتوقع، لغاية ما قدروا في الشرطة الإيطالية ضيقوا عليه الحصار لغاية في الآخر خالص وصلوا له. طبعا ده إنجاز ضخم، إنجاز أسطوري. رئيس الدولة في إيطاليا هنأ الشرطة على هذا النجاح الكبير، لأن أخو رئيس الدولة سنة 80 اتقتل من هذه العصابة اللي كان ماسكها ماثيو. طبعا الناس بنشوف صور لجماهير واقفة تسقف للشرطة انه اخيرا معقول الاسطوره ده اللي بقاله 30 سنه خارج قبضه الشرطه والحكومه الايطاليه تم القاء القبض عليه، كان نجاح كبير جدا للشرطه الايطاليه. ايضا من سنه او اتنين في قضيه كبيره جدا لعصابه اخرى، اكبر عصابه في العالم تتاجر في كوكايين. 80% من كوكايين اوروبا عند العصابه دي، برضو عصابه ايطاليه او مافيا ايطاليه. بي بي سي بتقول انه العصابة دي بس لوحدها، مش كل المافيا الايطالية، انما العصابة دي الاقوى والخطيرة من 150 عائلة داخل هذه العصابة. حجم دخلها السنوي كام؟ 60 مليار دولار، رقم خرافي. ميزانيات دول، يعني في دول اصلا مليار دولار واثنين وخمسة ستة، دي 60 مليار دولار في السنة، يعني ميزانية سنوية زي دول عدة دول موجودة في افريقيا او في اسيا. انما هذه العصابة برضو خدت ضربة قوية جدا جدا، ان في قضية ضخمة في مدعي عام، شخص قوي جدا في النيابة الايطالية مصر يكمل في الموضوع، 350 بيحاكموا في هذه العصابة. الجريمة المنظمة ساعات بتبقى تهديد للامن القومي وللدولة ككل، وقبل كده في ايطاليا خطفوا رئيس الوزراء زعيم البلاد وتم قتله، وقبل كده في روما استعرضوا استعراض كبير جدا، ولما مات احد قادة المافيا عملوا احتفاليات ضخمة في وفاته، وبعدين قالوا الجملة الشهيرة كانوا كاتبينها على لوحات وبيدعوه: لقد غزوت الدنيا والان تغزو الجنة. شوف الجملة بقى، بيقول لزعيم المافيا: لقد غزوت الدنيا والان تغزو الجنة. ناس بلا قلب يرتكبون جميع الجرائم، يقتلون بلا حساب. وجم بقى وقت كورونا ودفعوا بقى للناس فلوس، فالناس حبتهم وقت كورونا، لانهم عندهم اصلا فلوس عشان يعملوا حاضنه شعبيه عشان الناس ما بلغوش عنهم. بيتعاملوا مع الناس بالتهديد، القتل والتهديد، او انهم يدوهم مساعدات فالناس يساعدوهم. عشان كده موضوع المافيا صعب جدا ومعقد، لان في حاضنه شعبيه للاسف لهذا الموضوع. لكن يبدو ان ايطاليا بدات تمشي على الطريق القوي للمواجهه، سواء القضية الضخمة 350 متهم أو اعتقال أحد أخطر زعماء المافيا ماثيو بعد 30 سنة من الهروب. 60 مليار دولار عائد دخل لعصابة واحدة
من عصابات الجريمة المنظمة في إيطاليا. الرقم وحده يدل على حجم الخطر.